اوكي. بس هل لجأت او فكرت في طبيب نفسي مره يخلصك من عقده ماضي او من عقده حاضر حتى في مسلسل او عمل دخلت فيه؟ لا، اول حاجه عقده مسلسل دخلت فيه. طب حلوه الكلمه دي. بص انا ما بتقمص. لا اتقمص. اوكي، انا ما بشتغلش بالطريقه ديت. وفي نفس الوقت مش باخد الشخصيات من على القشر. يعني انا بدي الشخصيه عمق كافي للصدق، لكن لا اعدو الى حيز التقمص، لانه مش هيفيدني، بل بالعكس ممكن يأذيني نفسيا وابتدي احتاج لحد يساعدني عشان اخرج من الشخصيه. ده من ناحيه الدراما. انما انت بتقول كنت السؤال كان ايه؟ هل الماضي يخليك ترجع لطبيب نفسي، الماضي الشخصي حتى؟ لا ما اعرفش. ويمكن انا بشوف دلوقتي ان الاولاد بتوع الجيل ده بيحتاجوا جدا يروحوا لدكتور نفساني ويقعدوا في علاجات ثيرابي وحاجات من ديت. بس انا الجيل بتاعي ليه تحديدا دلوقتي الشباب عايزين ده عايز حلقه كامله اللي انت بتقوله ده. لكن انا شايف ان هم نفسيا تقدر تقول ان هم فرجايل او مش ضعاف نفسيا، بس عندهم انزايتي وقلق. القلق عندهم وعندهم حاجات جامده في حياتهم وظروفهم الحياتيه فعلا تسمح لهم ان هم يلجأوا الناس تكلمهم. زائد ان حضور الاب والام قل جدا مع الجينيريشنز اللي موجوده. انا عشت مع ابويا وامي وخدت فول كورس من الحب والترابط واتضربت علق قبل كده وانا صغير. يعني عشت حاله زي ما تقول ان هي ايه اكوستيك. النهارده الطفل عنده سنتين ثلاثه وفي ايده ايباد بياخد الايباد عشان يسكت وما اعرفش ايه وبيعمل ايه. الحياه اتغيرت خالص. فطبعا الجيل دوت حياته النفسيه معرضه جدا للمشاكل ومحتاجين ثيرابيست ومحتاجين حد يقعد معاهم، حد يعوض الجاب بتاع الاب والام اللي هم في الشغل طول النهار والليل. انا حاسك عندك عقده او نقم او غيظ من السوشيال ميديا بشكل مش طبيعي. عقده ليه؟ هتعقدني في ايه السوشيال ميديا؟ ضايقاني؟ لا يا صاحبي انا مش مضايقاني. انا السوشيال ميديا اقول لك حاجه لذيذه. انت في الصبح كده اول ما تصحى من النوم تروح تبص تغسل وشك، صباح الخير، بصيت في المرايه لقيت طالع لك دمل عادي. الدمل ده بالنسبه لك لذيذ ولا ايه القرف ده؟ صح مش كده؟ ايه القرف ده بالظبط؟ احنا زمان طول عمرنا من ساعه ما اتولدنا الى قريب ما كانش في حاجه اسمها سوشيال ميديا. احنا كنا بنكلم بعض، الو يا فلان موجود؟ لا مش موجود. طب يا طنط لو سمحت ممكن النبي تخليه يكلمني اما يجي؟ حاضر يا ابني، ازيك وازاي امك وازاي ما اعرفش مين؟ الحمد لله يا طنط كلنا كويسين. طيب يا طنط سلام عليكم. وبعدين دخل موبايل. اول ما اشتريت موبايل اوبس دي كانت ب 3 جنيه سنة حاجة 98 99 كويس. كان كل واحد فرحان ماشي في العربية مش مصدق ان هو معاه تليفون. ده ما كانش فيه غير البوليس بس هو اللي بيبقى عندهم تليفون في العربية. اوكي هجمع لنا التليفون. شوية شوية التليفون، الاخ التليفون الصغنطوط اللي هو مقاسه قد كده بقى ليه مصاريف في الشهر تفتح بيت. اول دخيل دخل علينا. اوكي وبقى مهم لانك بتتكلم فيه في الشغل وفي البيزنس وفي المعرفش ايه وفي الايه وفي ايه. وبعدين تبص تلاقي الشغل بيجيبك من 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 بيتك، من مش من بيتك، من سريرك الساعه 3 الصبح. ولو ما ردتش الله ده ما بيردش. وانت تكلمني ليه الساعه 3:30 الصبح 4 الصبح تكلمني الشغل ليه في الوقت دوت؟ وانت مش عارف ان انا راجل عندي بيت وعندي ناس نايمه والناس وات ايفر. ادخل على اللي بعده. بقى في حاجة اسمها سوشيال ميديا بقى وايه؟ كل واحد يخش يقول رأيه.
عسل قوي 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 الكلام ده. كل واحد يوره والله العظيم وكل واحد من حقه. طيب عسل خد عندك بقى معاك حاجه عشان معايا عايز شيله كبيره قوي. محللين رياضيين، علماء فلك، جغرافيين، نقاد فنيين وناقمين اجتماعيين وسياسيين وخبراء سياسيين ومحاربين قدماء ومحاربين وكل بقى ما انت عايزه موجود. ويعني مش بعيد المهدي المنتظر كمان يطلع في وسط الناس يطلع في السوشيال ميديا. المهدي المنتظر انا بيطلع طلع وهو صديقنا العزيز اهو بيقول ان المهدي المنتظر طلع على السوشيال ميديا. عسل عسل. طيب بقينا بقى بنشوف دلوقتي نجوم تطلع من السوشيال ميديا، في نجوم مشهور موهوبين جدا، في ناس. السوشيال ميديا ليها على قد ما هي ليها عيوب على قد ما ليها ايجابيات. اوكي هي طول هايله جدا في ايد اي حد في البيت في الوقت، ممكن يفتح التليفون الموبايل بتاعه ويورينا موهبته، يورينا موهبته من هنا لحد امريكا. اوكي وفي نفس الوقت ممكن يطلع يهرتل علينا هرتله لا نهائيه. صح. فاللي وصل لنا لحد دلوقتي بامانه ربنا 99% هرتله لا نهائيه، لا نهائيه طبعا واخد بالك، 1% مواهب طلعت وحققت نفسها واثبتت نفسها. لان لما جابوهم من السوشيال ميديا وحطوهم قدام الكاميرات الحقيقيه والشغل الحقيقي اثبتوا وجودهم. صح. اوكي زي احمد امين. لا زي ناس زي الراجل اللي هو بيعمل زي الكتاب ما بيقول، مش عارف اسمه بس هو عامل ولد ممتاز. صح. وده مذيع مش ممثل ولا حاجه، ده عامل برنامج بس انا بحترمه جدا، بحترم التالنت بتاعته. في ناس طلعت اثبتت وجودها من على السوشيال ميديا، لكن حجم الهرتله اكتر. طب ف انت ادعى عليك وغلطوا فيك وفي بيتك وفي حياتك؟ لا لا مش للدرجه دي، بس ادعى عليا انا شخصيا. بسبب مشهد هاني دهاني. بالظبط. اتعاملت مع ده ازاي وفكره انك يوصل للناس تدعي عليك دي؟ بص يا صديقي انا دلوقتي حد ده مشهد درامي، مشهد درامي في مسلسل. اوكي انا مش سحر ولا شعوذه. حد اخد المشهد دوت وعمل له مونتاج، يعني حط شال حاجه مكان حاجه يا اخوانا عشان نبقى فاهمين حصل ايه، وركب المشهد بطريقه معينه بحيث ان هو يبقى اللي انتوا شفتوه اللي هو مشهد دهاني. اوكي تمام. فلما حد يعمل حاجه زي ديت المفروض ان انتوا لما تطلعوا تدعوا تقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، تقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عمل الكليب، مع ان انا شايف ان هو يعني الراجل ما يستاهلش ان احنا ندي عليه، لا عمل حاجه كوميديه عشان انتوا تضحكوا مش عشان تقلبوها الى حرب اجتماعيه. كويس. فطلعونا احنا ناس منحرفين وناس ندعو للفسق والفجور والعربده، وانا شخصيا راجل مش كويس ومنحرف وبيقولوا عليا راجل فافي وبيقولوا عليا. طب انا اللي شايف ان انا فافي يجي يوريني نفسه شخصيا. تعالي يا تمام. انا مش عارف اقول لكم ايه، بس يا جماعه لازم تفهموا احنا ممثلين، احنا ناس بنطلع نعمل كاركترز شخصيات دراميه وليها معنى وليها مغزى، لان اللي يشوف المسلسل يعرف كويس جدا ان احنا كنا مش طالعين نهزر ومش طالعين نقول كل الكلام اللي اتقال. ومع ذلك يا صديقي انه في ناس كتيره جدا الكليب دوت عجبهم وضحكوا وهزروا وفهموا ان ده حاجه مستخلصه من حاجه بوينت. بس